السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في التادي، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو اول حاجه غادي نمدح عليكم هما هاد البلاطويات، هما تقليديين كيجيو شويه غارقين. كتحطوا فيه اي حاجه بغيتوها، الثمن ديالها 10 اورو حتى في الديكور في التقديم تاع الاكل. وكاينه حتى هاد البلاطو اولا صينيه، هذه عندها جوج نتاع اليدين، الثمن ديالها ب 7 اورو. ودخلوا هذه البنات، دي نتاع الخشب ومن نتاع الحديده، وفيها القرعه نتاع الدجاج عليها باللغه الفرنسيه. لهذه البنات تقدروا تعمروها بالزيت الزيتون، تحطوها بحال هكا في الطاوله نتاع الفطور، غادي تجي شويه راقيه. الثمن ديالها 2 اورو. ودخلوا هذه البنات، هذه كديروا فيها الشميع، عاد كتجي هكا ما مركباش، كتركبوها نتوما. فيها اللون الذهبي وفيها اللون الفضي، الثمن ديالهم 3 اورو. ودخلوا حتى هادو، هذا اللي هو الداخل نتاع الدجاج ومن نتاع الحديده، تحطوا هكا كديكور اولا تحطوا فيه شي حاجه لداخل، اللي الثمن ديالو 5 اورو. وراهم رجعوا ثاني، هادي حتى دائما كيجيبوها داير بحال ديك الساعه نتاع الرمال، الطريقه اللي داروا ليها، الثمن ديالها 5 اورو. كاين فيها اللون الذهبي وكاين فيها حتى اللون الفضي. ودخلوا هاد الديكور على شكل القلب اللي هو نتاع البديع، اللي هو فيه هنايا اسقلي، كاين اما هكا اللون الذهبي وكاين اللون الفضي واللون الاسود، الثمن ديالو 2 اورو. وكاين حتى هاد البلاطو اللي فيه 3 نتاع الكؤوس اللي كيصلوا هكا للشميعات، كيجي فيه بلاطو وهذا كلشي كامل ب 7 اورو. وكاين حتى هاد الديكور، شوفوا هذا البنات اللي هو تقليدي الشكل ديالو، اللي الثمن ديالو 15 اورو. وكاينين حتى هادو، هاد الكيسان شوفوا كيتفتح بحال هكا، فيه الشميع لداخل. الا تسالت لكم الشميعه تقدروا هذه ديروا فيها اي حاجه، اللي هي نتاع الدجاج. نشوف الثمن ديالها، هادشي ثقيل، هادي ب 5 اورو. ودخلوا هاد العلب اللي منها نتاع الحديده والغطاء ديالو نتاع الخشب كيتفتحوا، الثمن ديالهم 3 اورو. وكاينين هادو كبارين نفس الطريقه، هذا نتاع الحديده والغطاء نتاع الخشب، الثمن ديالو 5 اورو. كتحطوا فيه اي حاجه بغيتوها، راهما متقوبين منا. ودخلوا هاد الكؤوس اللي فيهم شميعات اللي كيطلقوا الريحه، وفيهم الكتابه بالانجليزيه، كاين هذا كاين هاد اللون، اللون الاخضر، اللون البرتقالي، على حسب الريحه اللي كيتطلق، الثمن ديالو 2 اورو. وكاينين حتى هاد الفاز اللي هما نتاع الشاش، الثمن ديالهم اورو، كاين فيه هاد اللون وهذا واللون الاخضر. كاين حتى هذه هاد العلبه اللي فيهم بحال الورد اللي هو مجفف، تينو به هاد الكالباس، الثمن ديالو 10 اورو. وكاينين هاد الزرابي، هادو خاصين تاع الكوزينه على ما اظن، تاع الكوزينه. كاين هاد الشكل اللي الثمن ديالو 15 اورو، كاين هذا الشكل. ودخلوا هادو اللي كنحطوهم فوق الطاوله، كنحطو عليهم التبصير في التقديم تاع الاكل، كاين لون ذهبي كاين لون الفضي واللون النحاسي، الثمن ديالهم 2 اورو. واما في هاد الجهه، هادي نقول لكم هادي بزاف ما درتش لكم، هاد الجهه اللي عنده العلاقه مع الريدويات، كاينين هادو اللي كنشدو بهم الريدويات، اللي الثمن ديالهم 2 اورو. وخلاص كاينين هادو لا علاقه، هادشي كاين هادو شويه باورو. كاينين هادو، شوفوا هادو البنات داير بحال بغاصي، ولكن خاص نتاع الريدويات، كاين فيهم هاد اللون الفضي وكاين فيهم اللون الذهبي، الثمن ديالهم 2 اورو. كاين حتى هذا كنشدو به الريدويات 2 اورو. كاين هذا زوين بنفس الثمن. وخلاص كاينين هادو نتاع الفراشات باورو، كاينين هادو حتى هما باورو. وكاينين حتى هاد الديكور نتاع الفصل الخريف، قلت لكم كيدخلوا بزاف دابا ديكورات الفصل الخريف، هذا ب 3 اورو، فيه كما كتلاحظوا الالوان مختلفه.
كاينين هادو، هذا بجوج اورو وفي هاد الالوان اللي هما تاع البديع. كاين هاد تاع الخشب اللي مكتوب عليه بالالمانيه الفصل الخريف. شوف الثمن ديالو، هذا بثلاثة اورو. كاين هادي اللي داخله لداخل السنجاب، الثمن ديالها خمسة اورو. وخلاص كاينين هادو بنفس الطريقه اللي جابوا اكسيو، جابوهم حتى تادي. كاين هذا باورو ديكورات، كاين هكا الفطر، كاين هذا باورو، كاينين هادو كنزينو بهم الفاز بثلاثة اورو. وكاينين هادو اللي خدامين بالحجيرات كيديروا الاضواء، فيهم هكا بحال الورق نتاع الفصل الخريف ثلاثة اورو. وكاينين هاد البلاطويات اللي كنقطعو عليهم اولا تقدروا تحطوا عليهم اي حاجه بغيتوها في التقديم تاع الاكل، كيجيو بحال هكا. الثمن ديالهم هادو بخمسة اورو. وكاينين هاد السلات البنات، شوفوا هادو تاع بلاستيك ولكن الشكل ديالهم زوين، كاين فيهم اللون الاسود كاين اللون الابيض، الثمن ديالهم جوج اورو. وكاينين حتى هاد الكيسان اللي هما تاع بلاستيك اللي كنشربوا فيه هكا العصير اي حاجه تاع المشروبات، كيجي فيهم حتى هادو اللي فيهم ربع اللي كنحطوهم هكا في المجمد باش كيخلي لينا هكا المشروبات باردين، الثمن ديالهم جوج اورو. كاين هاد اللون وكاين هذا. اما في الجهه نتاع الاكسسوارات، دائما كنقول لكم كيدخلوا هكا اكسسوارات زوينين هكا البنيتات. كاين هادو اللي فيهم البنطات، الثمن ديالهم اورو. وكاين حتى هاد العلبه اللي فيها الاكسسوار تاع الشعر والبنطات والخاتم، كاين هادي، كاين هادي فيها غير الخواتم وصافي، الثمن ديالهم جوج اورو. شوف هادي الثمن ديالها ثلاثة اورو. واما في المنتوجات الغذائيه، لاحظت واحد الحاجه اللي فكرتني في الطفوله ديالي، وما هاد طباشي حيد هادشي، هادي كون باقي عاقل على هادي. ياي الذكريات دابا مع التليفون والتكنولوجيا ما بقاش هذا الشيء كاع مسوق ليه حتى شي واحد. كاين هذا، كاين هذا للثمن ديالهم جوج اورو. وكاين حتى هذا البنات راه تادي كيدخل بزاف اشياء نتاع حلال اللي فيه الكريمه منها، الثمن ديالو جوج اورو كما كتشوفوا راه هو حلال. وكاين حتى هذا البنات، حتى هذا حلال اللي الثمن ديالو اورو 75 سنت، ها هو الكلمه حلال. وكاين هذا البسكويت اللي مخدوم بالكوكو، هاد الماركه راني فيها اللغه العربيه، راه ماركه تاع تركيا، راه هي حلال هنايا، راه هي مكتوبه هنايا حلال ومكتوبه هنايا لا يستعمل دهن الخنزير ومشتقاته في منتوجاتنا. شوف الثمن ديالو 55 سنت. وجابوا هاد النوغات نفس الطريقه اللي كيجيبوا اكسيو، كاين هادي مخدومه بالكاوكاو، هادي مخدومه بالبيستاش، وكاينه هادي مخدومه بهاد الفاكهه، الثمن ديالو اورو و50 سنت. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوا اليوم تادي، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل لله.